السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان. سيرها للبيت. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. نطلب الله السلام اللي قاعد دلالي اللي دل متابعين من طرجة الكبيرة. تحياتي لخويا جواد دوغو أرجنتينو تطوان والناس تاع تطوان. الخي رضا الداخل، خي ساعد، الخي عبد المنعيم، فرناندو من طنجة، خويا علي أكادير، الصديق الوفي السعلي إفني، وصاحبو عمر دوك أرجنتان إفني، وخويا رضا قلميم، تحياتي للناس قلميم، الدار الكبيرة، والسي هشام، كايس على الحباسة السي هشام، كايس على الحباسة، السي هشام في زكرن، وتحياتي كاع للمتتبعين وكاع الناس اللي زوينه كتسنى التعاليق. اول ما نخوض بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم بزاف تاع الناس ما كيعرفوش، وحتى انا كاع كاينين الناس ما كيعرفوش حتى كاع سميتو. هاد الموضوع بزاف تاع الكبار كيموتو كيقول لك راه مات الدريا ما عرف بالو صغير ومات سقطه قلبيه، جات سقطه قلبيه ومات. وهذا الفينومين هذا الفينومين الخوت كيضرب بزاف الكلاب اللي هما بالحجم الكبير، زعما بحال كاع كيضرب سميتو الكلاب الفخمه اللي هما كبار ليجيون كنقول لهم العمالقه، بحال دوغالمون، بحال لوكانغال، بحال سان بيرنار، تيرنوف، كاع هاد الكلاب اللي هما ضخمه عاد الكلاب تقريبا كيجي لهم هاد المرض ولا هاد الباثولوجي 40 حتى 50%. وعندكم الكلاب الكبار بحال غوتفيلر، بحال برجي المون، بحال المالينوا، بحال هادو، بحال لابرادور، هادو كيجي لهم تقريبا نقول واحد من بين 20 حتى 30%. وعندكم الكلاب لي موان بحال البيت ستاف، وهادو كيجي لهم تقريبا نقول واحد من واحد 10 حتى 20%. والكلاب الصغار اللي كاينينش اللي شيواوا اللي يوكيوا هادو هما كيجيو تقريبا واحد 5%. وهاد الباثولوجي هذا المرض الخط هو التواء سميتها هو شنو بالعربيه هو تمدد والتواء المعده كتلوى على راسها وكتجبد وكتنفخ. غادي نهضروا على الاسباب ديالها، علاش وكيفاش واش كان شي حلول ومنين جا هذا المرض تقريبا. غادي نهضروا على هذا الشيء باش يعرفوا الناس، علاش الناس بزاف كتموت فيهم الكلب، كتزيد الكلب غير غير ساعه ساعتين ولا كعقل وكيمشي كيقول لك جاتني السقطه قلبيه، راه كيحكي لك الجسم راه السقطه قلبيه، ايوا كتجي من بعد السقطه قلبيه كتجي من بعد ملي كياخذ فيها هذا المرض. اذا الخوت كما كنقولوا تمدد ولا التواء المعده عند الكلب اللي بزاف تاع الناس كيسموها دوران الدوره تاع المعده على الجهه المعاكسه ديالها، اللي كيسموها لو غوتورنومون ديستوما بالفرنسي، هو مرض ولا باثولوجي خطير، فعلا خطير، اللي يمكن لينا اللي خصنا نعالجوه في ديك الدقيقه على الفور منين كيبان هذا المرض في الكلب ولا او متلازمات ديال المعده، شحال اللي كتسموها السندروم غاستريك، منين كتبان كتبدا غالبا الخوت بهذا لا
بزاف تاع 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 الريح وكتقتل الكلب عاد عندكم لا فيكو لا 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 فيرموتاسيون داك التخمير ديك الماكله اللي كياكل هي ماشي اللي هي اللي بزاف اللي فيها بزاف تاع 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 الشعير وتاع الذره وتاع القمح وديال هذا وكدير ليه دوك الميكروبات وديك البكتيريا تاع الهضميه اللي كت اللي كت اللي كت اللي كت اللي كدير ليه هذا 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 النفيح اللي كدير ليه هذا النفيح على الخوت وعندكم سميتو منين 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 كيفاش منين كتلوى على على راس هذه المعده كتبلوكي كتبلوكي دوك البيبان تاع المخرج دوك البيبان كتبلوكيهم علاش المعده عندها جوج بيبان واحد كتدخل كتدخل فيه الماكله هذاك اللي جاي من الفم وواحد كتخرج فيه الماكله هذاك اللي هذاك اللي كيمشي للمصره هذاك اللي كيمشي للمصره الصغير لا تستعمل وعندكم هذاك هذاك الباب الفوقاني اللي كملي كتاكل الماكله كتصرتها ولا حتى الكلب في سميتو كيصرت الماكله ديالو كدوز كتسمو ليه فالوسوفاج وعندكم هذاك الباب الفوقاني هذاك الفوقاني كيجي من الفم لو كارديا لو كارديا كوتي فوسوفاج كتبلوكا مع هذاك الالتواءات كتبلوكا وهذاك الاخر حتى هو اللي كتخرج الماكله كيتبلوكا لو بيلور كوتي انتستان كيتبلوكا حتى هو وهنا كيتم الانسداد انسداد لوكليزيون لوكليزيون وما كتقدرش تزود على المعده كامله ما كتقدرش مازال كتحبس الماكله ما تطلع الفوق ولا ما تنزل لتحت ياك انت الخوت كتبقى بلوكيا والكلب كيبغي تقية مسكين كيبغي يرد كيبغي تقية ولكن والو ما كاين مبروكي الباب مسدود ما كيقد مسكين كيتلوى كيتلوى باش تقية ولكن والو والو والمشكل ولكن حتى 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 ولكن المشكل عاوتاني هذاك 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 الطحال الطحال ولا الطحان اللي كنقولوا ليه هذا حتى هو كيتجر في القضيه كيتجر في القضيه مسكين علاش حتى هو شي فطات كتجرو المعده ديك اللي نفخو وداك اللي نفخو كتجرو حتى هو كيتنفخ حتى حال كيتلوى على راسو حتى حتى هو كيتضرب غير كيتاع غير الدوره تاع سميتو حتى هو مسكين كيتضرب الدور ديالو وعندك عاد عاد هذا هذا وهذا بوزيسيون تاع هذا الوضع هذا الوضع هذا هذا الوضع كيزيد 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 في في لي فوليوم في الحاجه تاع بزاف تاع تاع الاعضاء علاش ما كيدخل لهمش الدم وكيتنفخوا وكيتنفخوا علاش ما كاين لا الدم لا الاكسجين وكيتنفخوا وكيفجر عاوتاني كيفجر عاوتاني مشاكل اخرى كيفجر عاوتاني مشاكل اخرى بحال المشكل عاوتاني ديال الضغط ديال هذا الضغط هذا كيضغط على الغشاء ملي كتنفخ المعده وكتدفع كتدفع على عندنا عندنا بحال الكلاب الغشاء ديالنا مفرق على جوج الفوق والتحت مفرق على جوج عندكم 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 البلاصه فاش كاين فاش كاين لي بومون فاش كاين فاش كاين الفيا وكاين القلب كاين بيناتهم واحد الحاجز ولا واحد الغشاء اللي كنسموه لو ديافراغم كيفرقهم كيفرق بين المعده وداك المصمغ كتخرق هذا كتدفعوا المعده اللي كتنفخ كتدفع 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 هذا 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 الديافراغم ولا هذا الحاجز حتى كيورك كيورك على 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 لي بومون ولي بومون بالضروره كتورك على القلب اذا كلش داكشي كيولي مسمود والاكسجين ديك الساعه ما كاينش الاكسجين التنفس ما كيكونش الدم ما كيتمشاش مزيان هذا هذا الاكسجين ما كتكونش والمشكل عاوتاني المشكل كيكون المشكل تاع الدوره الدمويه كتكون واحد لانومالي واحد الاختلال في الدوره الدمويه دوك 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 مع داك 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 لا بريسيون داك داك الكرازمون داك الزياب اش كيطرا دوك العروق الصغار كيتضربوا دوك العروق الصغار دوك لي بيتي فين كيتاع الدم كيتفرقوا دوك لي فيسو اللي كنقول لهم لي فيسو وحتى لي فيسو تاع لي ستوما دوك الصغار كيتفرقوا تاع الطحال حتى هما يمكن ليهم يتحيدوا كاع يتحيدوا ويتشربوا ويتشربوا بما ان العروق الكبيره اللي كتجيب الدم كتكون كتكون صغيره كتكون بلوكي كتكون صغيره بحال شي بيو شي بيو لا زيتيه من هنا ومن هنا لا فيه الماء الا زيتيه مزيان كيبغي يطردك بحال هكا في العروق ويمكن كذلك حتى كيكون واحد التنخر ولا التنخر ديال كنسمو انا لا نيكروز لا نيكروز ديال ديال المعده والطحال وهذا النيكروز الا كثرات هذا النيكروز واخا برا الكلب كيبقاو فيه زي السكير عشان واحد البلاصه كتموت ليه واحد البلاصه بديك بديك المعده والتعب كتموت وهذا وهذا حاجه 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 صعيبه اللي كلب مسكين عاد عندكم عاد كاين داك السمتوم ديال 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 الدم كيكون منخفض هذوك 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 الضغط الضغط الدموي لي بوتونسيون العقليه كتكون كتنخفض واخا القلب كيضرب القلب راه كيدير بوم 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 ولكن داكشي داك الدم اللي غادي يدوز داك الدم هذاك لو بول هذاك لو بول ارتيريال ناقص بزاف الدم ما كيدوش علاش محبوس
لكن واخا كبغوا راه كيضر ولكن شي حاجه ما كتمشيش. وعندكم الاكسجين كاع الدم راه الدم هو فاش كيكون الاكسجين، ها الدم هو فاش كيكون الاكسجين كيدوز من كيجي من القلب من الماء كيدوز للمعده لا لا سمحوا لي للريا فاش كيتصفى وغادي بحال هكذا. اذا الخوت هنا خاصكم ديروا تعرفوا كيفاش الكلب. والكلب الا ما ديتوه في هذيك التفاليك في هذيك الساعه ديتوه ولا ما ديتيهش الا ما ديتيش البيطاري باش يدير لا غيان لا غيان ميسيون ستادير الانعاش راه الكلب ساعه ولا كاع ما كاملاش مسكين راه كيموت. مسكين الكلب راه كيموت علاش الانعاش هو الانعاش ولا لا غيان لا غيان ميسيون وهي بسميتو بالجهاز التنفسي باش بعدا يتنفس. وعندكم الاعراض ديال دوران المعده تاع الكلب الاعراض ديالها الكلب كيوري ليك بلي انا راني ماشي مزيان راه كاين واحد المشكل كان شي مشكل شنو هما كيوري ليك مشكل كاين الناس اللي عارفين الكلاب ديالهم. انا كنهضر لكم الناس اللي كيدوزوا الوقت مع الكلاب ديالهم وعارف يدوز ديال الكلب ديالك ماشي هذاك اللي عنده الكلب ديالو في السطح وصافي مره كل يوم ثلاث ايام يطلع عليه الماكله والماء والحليب ويمشي بحاله. لا 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 هاد الناس اللي عارفين الكلاب ديالهم مزيان اللي كيدوز معاهم الوقت راه ملي كتشوف الكلب راه كيدور ولا الكلب كي 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 كيلهج بزاف ولا كيخرج هذاك الريوق ولا هذا تعرف بلي انا شي حاجه ما كايناش ما مزياناش ما مزيانش الكلب ولا الكلب مسكين ملي كي داك الانين داك الجيميسمون ملي كيكون داك الجيميسمون داك الانين داك البكاء الرقيق راك عارف بلي انا الكلب ما مزيانش ولا لا كدور بوحدو ولا تقول لي الاضطرابات قلق الجيميسمون يمكن ليه يبقى يدور بوحدو في بلاصه. وشي خطرات الكلب يخرجوا لي كيما قلت لكم الريوق الباب بلا باب بزاف كيفاش كيبغي يتقيا ولكن هو لحتاش ما كياكلش الكرش ديالو كما قلت لكم غتكون بحال الكوره بحال الدنيا كتضرب كيفاش بوم 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 بوم. عندكم هادشي سمحوا لي نعطيو القاضي ياكل هاد المطراش نعطي لهم شي شويه باش نكملوا الفيديو هكا ماشي بزاف هذا الخوت عندكم منين كنهضروا على 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 ملي كنهزوا الشلا تاع الكلب راه كيبان لي فيه كما قلت لك واحد الغشاء واحد سميت واحد هذاك سميتو الضغط على الكلب فوق الشنيفات هذاك واحد كاين واحد المخاض ولا ما عرفتش فيكم شاحب لي ميكوز باريس كيكونوا في شي شكل داك الغشاء اللي كيكون في الكلب كتهزليه هنا كتهزلي الشنايف اللي كيكون هذا الشنايف راه كيبان ليه داك سميتو والكلب ما كيكونش مزيان. ومنين الكلب كيوصل لحالة الصدمة اللي هو اللي طاد الشوك لحالة الصدمة كيتزاد كتزاد النبضات تاع القلب كيضرب ولكن لوبو ناقص ياك فهمتو لوبو ناقص لا فريكونس كاردياك اوغمون الوغ كو لوبو داك تاع الدم داك المعدل تاع الدم راه ما ماشي هو هذاك الدم اللي غادي خصو يمشي ما كيمشيش هذا ما كان. والكلب ما كيخدمش كيتنفس ومنين جا الله نعس صافي خدمش مازال يوقف ما يخدمش مازال يوقف. والكلب تراو كيما تجمع تكون منفوخه بحال الطنبور كضرب بوم 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 كتسمع بوم 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 هاد 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 اللي كنسموها احنا كنسموها لو طابانيزم هذا سميتو. والكلب قلت لكم في ديك الساعه خصو الانعاش لا غير ميسيون الا ما كانش راه كيدخل في واحد الوضعيه تاع الكوما ومن الكوما راك عارفين الكوما راه الكلب راه صافي راه مسكين راه مسكين كيموت. اذا الخوت خص ملي كتشوف الكلب ديالك هذاك سميتو. وشنو هما علاش هاد العوامل تاع اللي كتسبب هاد كتسهل التمدد كما قلت لكم هي الوضعيه ديال سميتو. من اغلب الحالات تاع الكلاب هما اللي هما كيكونوا كبار هذا وعندهم الصدر علاش هاد الكبار الحجم اللي عندهم الحجم كبير هاد الكبار هاد الكلاب اللي عندهم الحجم كبير والعملاقه هما على الشكل ديالهم عندهم صدر كبير وعرق صدر كبير وعرق اللي كنقول لهم توراكس لو توراكس بروفون
كيكون وكيكون عاوتاني وكيكون عاوتاني حتى كيفاش نقول لكم كيكون عاوتاني حتى وراثي هادشي عاوتاني كيكون وراثي شي خطرات ايريديتير كيكون ايريديتير وعندكم محتاج القلق الا كان كيقلقوا هذا راه كاين حتى كتسبب لي فهاد سميتو الخوت فهاد سي تاع المعده الى الكلب اللي كنقلق هذاش علاش دابا الناس اللي عندهم بزاف تاع الكلاب بزاف تاع الكلاب خصهم الى كيعطيو الماء يفرقوهم واحد كل واحد كل مكان باش ياكل على خاطر علاش كيكون مجموعين بحال دابا هاد الصغار هادو راه كيجبد وكيصاوب ياك فهمتو بحال هكا ما مزيانش اللي عندهم الكلاب كبار سميتو كل كلب في قنت وعطوا له المكان ديالو بخاطرو باش ما يكون هاد سميتو وعاوتاني الماكله عاوتاني حتى هي خصكم تختاروا الماكله اللي هي مزيانه داك علاش دابا الناس كيعطوا بزاف تاع اللحم للكلاب علاش اللحم ما كتخمرش في الكلاش ماشي بحال الا عطيتو ليه بحال دابا الكروكيت كاين اللي كروكيت مزيانه كاين اللي الكروكيت ما ماشي هي هادي كاين دابا الكروكيت اللي هي عامره غير بالشعير والقمح والذره وهذا راه كتنفخ الكلاش كدير له فومونتاسيون وديك الكروكيت كتكون خاويه من الداخل كيكون فيها داك الطعم اللي كتوصل للمعده تاع الكلب كتنفخ وكتعطي ليه غاز داكشي علاش خصكم تختاروا لا كروكيت اللي هي فيها بزاف تاع اللحم الا قال قلتوا لي فيها غير اللحم بوحدها راه مزيانه للكلب ولا قوه الخبز حتى هو راه مزيان حتى هو كيدير داك التخمار وداك سميتو والخبز الا كان ما خامرش ما تعطوش للكلب هذا مكان الخد وعندكم عاوتاني ما تخلوش الكلاب ديالكم حتى يعطاشوا وتعطي له يومات ايام تعطي له الشرب يشرب دو 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 بخطرة وفي الاخر ملي كيشرب بخطرة كيدخل الماء وزائد سميتو كيدخل حتى اش يقول الريح للمعد ديالو وكتنفخ المعد ديالو الكلب خصو دائما تكون عنده في الصيف وفي البرد دائما يكون عنده الماء موجود اللي كيكون عنده الماء موجود راه كيشرب شويه عليه جمعات شويه عليه كل طاقه يجيب يشرب جوج جمعات يمشي اما ملي كتخليه حتى صافي كيعطاش كتعطي ليه كيشرب واحد الكميه كبيره وبالزربه وكيدخل مع حتى الريح وهنا كتنفخ ليه وهنا كتنفخ ليه الكلش بسميتو كاين هذا وكاين حتى الماكله الخوت فرقوا ليه الماكله فرقوا عليه على ثلاثه ولا على جوج لقديتو بشويه باش يبقى ياكل ويقدر يهضم وسميت او سبور الا الكلب الا كلا ما تجيش ديرو به ماشي مشي ديرو به السبور راه حتى هنا حتى هذا راه المعده كتلوى ليه منين سميتو منين الكلب كياكل يلاه كلا وشي اللي كتجري به وكيدير سبور كيلهب ملي كيلهب كتدخل عطو الاكسجين وكتنفخ ليه في الكلش زائد داك التخمرات وكتسميتو وعندك انا لا 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 سميتو في ما تخلوش الماكله فيما بقات لا ريزيرف في الكيك الماكله ما تخلوهاش محلوله باش الكلب ما يوصلش ما يبقاش ياكل غير 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 فيما بغى ياكل وعندكم عاوتاني كما قلت لك راه تاع الكروكيت ولا كانت تاع الماكله راه كتلعب دور مهم والكلب كما قلت لكم الا تقاس بهذا سميتو راه كتجي لي كتجي لي كل مره الا كاع كنت عند بيطاري راه كتكون مازال الكلب واخا فتح ليه واخا دار ليه واخا سميتو كيبقى مسكين دائما معرض علاش كما قلت لكم علاش بزاف تاع الاجهزه في الداخل ديالو تقاس بزاف تاع الاجهزه تقاس ماشي غير جهاز واحد راه كيكون الرئه كيكون القلب كيكون الطحال كيكون لي غان كيكون بزاف تاع سميتو والكلب ما كيوديش كما كان الا كاع هذا كيتقاس بزاف الخوت داكشي علاش قلت لكم خصكم ديروا اتونسيون لهاد الحوايج ويكون خير ان شاء الله وخصكم تعرفوا كلابكم باش علاش قلت لكم الكلب باش ما كدوز مع الوقت كتعرف الكلب ديالك وهذا المشكل هذا راه بزاف تاع الناس ما عارفينوش هما كيقول لك راه سخطه قلبيه ماشي سخطه قلبيه هذا راه كتجي من الماكله وكتجي من بزاف تاع الحوايج الخوت كما قلت لكم في سميتو هذا ما كان الخوت نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ونتمنى تكون الفيديو ما طولش عليكم كان اول فيديو علاش كنطولوا علاش كنبغي نشرح كل شيء ما كنبغيش ندير جوج فيديوهات في واحد الموضوع ولا ثلاثه في الموضوع باش تفهم بخطره مرة وحدة تفهم كل شيء على جهة تاع الفيديوهات ولا جهة الفيديوهات راه شي حاجة فهمتيش ولا ما فهمتيش هذا الخوت ما كان داكشي علاش كيكونوا الفيديوهات طوال شوية وسمحوا لينا إيوا هذا ما كان تحياتي للناس تاع الصحراء تحياتي للناس تاع الداخل تحياتي للناس تاع الجنوب تحياتي للناس تاع الشمال هذا ما كان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت إلى الموضوع القادم إن شاء الله.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.